الفيديو ده مش فيديو مهم، بل هو أهم فيديو أنا عملته حتى الآن. كلنا متابعين اللي بيحصل في غزة وفي فلسطين الفترة دي، وشايفين اللي حصل ضد إخواتنا، وقلوبنا بتتقطع عشانهم. بس هل سألنا نفسنا الناس دي عايشة إزاي؟ أهل غزة عايشين إزاي؟ بيأكلوا إزاي؟ بيناموا إزاي؟ وسط القصف والنار والدمار اللي عايشين فيه؟ فيديو النهاردة مختلف عن أي فيديو تاني أنا قدمته هنا على القناة، من غير تحضير ومن غير سكريبت، لأني مش أنا اللي هكلمكم النهاردة. اليوم هتسمع رسالة ليك من قلب غزة. كلام أول مرة هتسمعه من شخص تحت القصف فعليا، بيحكي فيها حكاية شعب بيواجه إبادة جماعية. امبارح وأنا بشوف الرسائل اللي فاتتني على الماسنجر، لقيت حد عندي في الأصدقاء بعت لي رسالة. هو عندي في الأصدقاء بس أنا معرفوش، يعني معرفة شخصية، وأول مرة يكون في ما بيني وما بينه أي كلام. وفي البداية استغربت جدا إن حد أول مرة يبعت لي رسالة صوتية مدتها 10 دقايق، فأنا بصراحة ما كنتش هسمعها أصلا، لكن معرفش ليه ربنا ألهمني إن أنا أسمعها. لعل الرسالة دي مكتوب لها إنها تنتشر. رسالة من شخص بيبعت لي من تحت القصف والحصار، وهي الحقيقة مش رسالة لي أنا في حد ذاتي، لكنها ليكم أنتم وللعالم كله، عشان الكل يعرف إخواتنا إزاي عايشين وسط كل اللي بيحصل لهم ده. هو حمني أمانة إن وصل صوته للناس، ورسالته دي أنا بحملكم أنتم أمانة نشرها. أخي الحبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية وبارك فيك ويحفظك وفي أهلك وفي مالك يا رب. حدثك اليوم 15، نحن في 21 أكتوبر بدأنا الحرب فجأة صراحة، وما كنا مستعدين ولا لأي شيء على مستوى الحياة وعلى مستوى الترتيبات وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأولاد والأبناء. من يومها صراحة بفضل الله صمدنا وصبرنا واحتسبنا أمرنا لله عز وجل. بالعكس، كل واحد فينا كتب وصيته وتشهدنا على أساس أنه إحنا رايحين لشيء كبير وكبير جدا، وهذا فعلا ما وجدناه. اليوم بتكلم معاك وصراحة يمكن مريت على شوارع رئيسية في قطاع غزة بحثا عن خبز وبحثا عن حاجات المنزل وبحثا عن حاجات الأولاد. ما بدي أحدثك عن 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 الناس اللي وضعها صعب في الأحياء اللي هي أصلا وضعها صعب، الأحياء الفقيرة. أحدثك عن إنسان بفضل الله وضعه معتدل، بل يكاد يكون ممتاز في 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 قطاع غزة في الوضع الطبيعي. الخبز، ما في خبز، ما في مخابز، ما في حتى الطوابير، ما فيش طوابير، سكرت المخابز لأنه ما فيش وقود. نقول لك عن الماء، ما في ماء. الماء إحنا كيف بنشرب؟ في بعض المحطات بتشغل عندها متبقى من السولر، بتشغل وبتأخذ منها كميات محدودة جدا. في ناس بتعبي بالجالون الصغير أبو الشيكل بحيث أنها ترتوي، وهدول فيهم طوابير في الأحياء السكنية الصغيرة. إحنا بنحاول بنعبي براميل كبيرة. أقول لك إحنا الشواحن، كيف بنعمل على الشواحن؟ بتلاقي أحيانا في مكان معين بشغل مطور وبتلاقي آلاف الشواحن. الناس بتشحن شواحن بالخمس دقائق بالعشر دقائق، بياخد 20-30% وبيمشوا بمقابل مادي، بحيث إنه ما فيش أماكن للكهرباء. إحنا بفضل الله في جيراننا عندهم طاقة شمسية، بناخد منهم من الطاقة الشمسية شوية هيك بناخدها للشواحن. فلا كهرباء، حتى الانترنت. انا بتكلم معاك الان برساله ممكن تسجلها الصبح، حتى ممكن تيجي العصر، الظهر، المغرب، اي وقت ممكن تيجي نت سريع او نت مثلا فجاه. هذا النت ممكن يبعث رسائلي او استقبل من خلاله الرسائل مره واحده في النهار، ممكن ساعه او اقل من ساعه واكثر، يعني ما فيش دوام في الانترنت. فبتحكي لا كهرباء ولا وقود ولا انترنت ولا خدمات ولا ماء ولا بضائع ولا خبز ولا مخابز. هذا كله واقع موجود. فما يشكل في البلد هو عبارة عن حرب إبادة بكل ما تعني الكلمة من معنى. أنا بتكلم قاعد عن الوضع الحياتي الحقيقي للناس. طيب إحنا إيش بصير فينا فعليا في الطيران وفي الحرب العسكرية اللي إحنا بنواجهها في النهار وفي الليل؟ لو بديش أقول لك يومياتنا 24 ساعة كيف إحنا بنعيش. نبدأ نتنفس الحياة على الفجر، ويكاد يكون قطاع غزة يستيقظ الفجر وهو صاحي لا ينام، ما في نوم عندنا الحمد لله. الطيران مستمر طول الليل، قصف مستمر في أماكن قريبة وبعيدة، ما في محرمات، ما في مكان آمن، ما في مكان آمن في غزة. القصف مستمر، بتلاقي القصف بينزل في مكان
بصحي الحي كله بنزل بيت على ساكنيه، فيش إمكانية تشوف مين البيت اللي انقصف، فيش إمكانية تسأل، لأنه أنت بتسمع بيت جنبك أو البيت ما بينك وبينه بيتين، بتسمع إجزاز بتكسر، بتسمع بناء بتنهدم، بتسمع إشي الإشي بيخرع القلب، يخلع القلب خلعا. فنبقى مستمرين في الصمود وفي التكبير وفي التسبيح وفي التهليل وفي حسبنا الله ونعم الوكيل، ونعيش مع الذكر مع أطفالنا. ما بدي أقول لك إيش وضع الأطفال، كيف وضع الأطفال، كيف الصراخ، كيف كذا. نتقوى على هذه الأمور كلها، نتقوى على هذه الأمور كلها بالأذكار صراحة. يعني الوضع هذا اعتدنا عليه، فاعتدنا على ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا بفضل الله، بفضل الله، بفضل الله. نقرأ سورة البقرة نحن وجميع الأبناء وجميع البنات والنساء، نقرأ سورة البقرة يوميا، وهذه هي الحامية والحافظة من الله عز وجل. أذكار الصباح والمساء، الأذكار الكثيرة في حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الله أكبر على كل من طغى وتجبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، ما في دعاء في الحماية وفي الحفظ وفي الأمن وفي الأمان إلا حفظناه عن ظهر القلب الحمد لله، وندعو به الله عز وجل ليلا نهارا وفي كل لحظاتنا. بالعكس السبحة ما بتفرقنا صراحة، وهذا بفضل الله الحمد لله رب العالمين. فأصبحنا يعني نسلم أمرنا لله عز وجل، ولا نعلم أن هذا الصاروخ سيأتي علينا أم على جيراننا، ولا نسأل أين ذهب الصاروخ، ولا نسأل، إلا يأتي النهار فنبدأ نتفقد بعضنا البعض. يدخل مع النهار بعد الفجر نصير نسأل الصاروخ هذا تاع الساعة 3 وين نزل، الصاروخ الساعة 2 وين نزل، الصاروخ تاع الساعة 11 وين نزل. وكل صاروخ له بريق يضيء المكان ويزلزل المكان ويجعل زلزال في الحي. يعني احنا نتكلم عن أحياء سكنية تتلقى ضربات على ساكنيها وبيوت كاملة تذهب وتطهير عرقي، ولم نسمع بالتطهير العرقي، ولم نعرف التطهير العرقي إلا في هذه الحرب، عرفناه حق المعرفة. تطهير عرقي بتتكلم عن بناية، البناية هذه فيها 100 واحد أو فيها 50 أو فيها 40، كم يكون فيها تصبح بلا حياة، تنتهي الحياة فيها كاملة. ما بدي أحدثك في موضوع النزوح، احنا ما فيش نزوح بمفهوم النزوح، بقدر ما انه المناطق اللي بتنهدم تتوجه ساكنيها، اذا كان يعني في ناس نجت من هذه المناطق او المناطق ممكن تكون هي قريبة من الحدود، بتتقدم الى وسط المدينة. مثلا بيتنا كل بني عمومتنا تقريبا الان موجودين في بيتنا، فبيتنا بدل ما يكون في 30 واحد الان اكاد اقول لك يمكن في 120 واحد. تخيل بيت مكون من 3 طوابق في 120 واحد ما بين رجل وامرأة واطفال، إيه لا سمح الله نزل فيهم صاروخ فانتهت العائلة من جذورها. الآن هذا الأعداد وهذا التكدس الموجود يعني صراحة يزيد الضغط ويزيد المخاطرة، ولكن يحقق هذا الشيء التعاون والتآلف والتكاتف والبحث عن سبل الحياة، مجتمعين مشتركين، بنصحى الصبح نبحث عن كهرباء، بنصحى الصبح نبحث عن خبز مجتمعين، بنوزع حالنا، بنشوف ايش بنسوي في حال زاد الضغط، ايش بنعمل في كذا، بنسلي بعض في الليل، بننام جنب بعض، بنحاول انه يعني نقسم النساء في مكان والرجال في مكان والاطفال في ما بيننا، نحاول يعني نتقاسم الحياه ونتقاسم يعني الظروف الصعبه اللي احنا بنعيشها. صار ضرب في اتجاه بنروح على اتجاه ثاني، صار ضرب في اتجاه ثالث بنروح على اتجاه ثالث، ونضل ايش نجري من اتجاه لاتجاه من مكان لمكان. ما بديش حدثك عن الشبابيك، ما فيش يعني شبابيك، فيش زجاج تقريبا كله يعني يا اما يكون مفتوح 100% يا اما يكون مكسر، ما في شيء عندك بيت فيها شبابيك. الله عز وجل منجينا الحمد لله، البرد ما في شيء برد الحمد لله، والامور يعني فيها تحت السيطره، الا من يعني ساعات الفجر شوي بيكون في برد في الجو، ولكن يعني الحمد لله نلتحف. يعني هذا كله في وضع ناس طبيعيين، فما بالك الناس المش طبيعيه، فما بالك الناس اللي ما عندهاش بيوت وما عندهاش مأوى، فما بالك الناس اللي في المستشفيات، فما بالك الناس اللي في الحواري ما فيش عندهم اكل، ولا ما عندهمش حياه، ولا ما عندهمش فلوس يشتروا مثلا متطلبات الحياه. ما بدي اقول لك ايش اللي بصير، انا لاني شفت نزلت وشفت اليوم ومبارح وكل يوم تقريبا بحاول بعمل لي جوله ساعه زمان هيك، وتحت القصف وتحت الخطر وتحت النار وتحت الامور كلها، ولكن ندعو الله عز وجل ونخرج بالتحصين باذن الله ونعود وبفضل الله نعود الحمد لله حتى الان نحن بخير.
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا ما نحن فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت شعبنا وأن يقوينا وأن ينصرنا وأن يمكن لنا وأن يعيدنا إلى دينه وإلى أرضنا سالمين غانمين معافين يا رب العالمين. أسألك بالله يا أخي توصل رسالتي للجميع وتوصل رسالتي أن تدعو لنا أن تدعو لنا وأننا بحاجة إلى همتكم، حاجة لكل شيء ممكن يطلع من أي مسلم في العالم. أسأل الله أن يبارك في الإسلام ويبارك المسلمين ويوحد المسلمين على كلمة سواء، وأن نكون بإذن واحد أحد في طليعة الإسلام والمسلمين وفي طليعة من يقول للظلم لا ومن يقول للاحتلال لا، حتى نعود إلى قدسنا وأرضنا بإذن واحد أحد، آجلا أو عاجلا غير آجل بإذن واحد أحد. دعواتكم يا أخي دعواتكم إن شاء الله ربنا يصمدنا ويثبتنا ويأنس وحشتنا وربنا هيك يعني. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الأيام ويبارك لنا في رباطنا وفي مرابطتنا وفي صبرنا وفي مصابرتنا، إنه القادر على كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قعدت ساعتين كاملين بعد ما سمعت الرسالة دي أنا مش عارف أرد عليها أقول له إيه. تخيل إخواتك بيتم قصفهم وإنت مش قادر تعمل لهم حاجة، مش قادر ترفع الظلم عنهم، مش قادر تدافع عنهم. تخيل لما يبقى أكتر من مليار مسلم حوالين العالم مش قادرين يرفعوا ظلم بيقع على شعب مسلم زيهم بيباد إبادة كاملة. تخيل لما يبقى حد عايش تحت القصف ولو نجا من القصف ده بأعجوبة وراح لغاية المستشفى هو مش عارف إذا كان هيطلع من المستشفى دي حي ولا ميت، لأن حتى المستشفيات لم تسلم من قصفهم. الناس دي منك وانت منهم، لو انت قادر تعمل أي حاجة دلوقتي اعملها، قادر تقدم لهم مساعدات، قادر تتبرع لهم اعمل كده. مش قادر قاطع منتجات اللي بيظلموهم، قاطع منتجات اللي بيدعموا اللي بيظلموهم. أتمنى الرسالة دي ما توقفش لحد عندك، وصلها وانشرها لكل الناس، خلي العالم كله يعرف الناس دي عايشة ازاي. أنا وعدت صاحب الرسالة إني هنشرها وقد وفيت. الدور عليك انت.